هذه القصة التي معنا في هذا اللقاء قصة مشهورة، وقد أنزل الله تبارك وتعالى فيها سورة كاملة، وسمى هذه السورة باسم هذا الحدث الذي وقع في هذه القصة. أظن أن الجميع يعرفونها، ولكن هناك من التفاصيل والفوائد التي ربما لا يعرفها بعضكم. قصة أصحاب الفيل التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة الفيل، قوله جل في علاه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. قبل أن نتكلم عن قصة أصحاب الفيل، هناك حدث مرتبط بقصة أصحاب الفيل مر معنا في الدرس الماضي، وهو ما يتعلق بقصة أصحاب الأخدود. ذكرنا، إن كنتم تذكرون أيها الأحبة، في قصة أصحاب الأخدود خلاصة القصة أن ذلك الملك الظالم الذي يدعى أو يسمى بذي نواس، هذا ذو نواس كان ملكا ظالما غشوما، قد تهود يعني اعتنق دين اليهودية، وأتى على مدينة نجران في بلاد اليمن وظلمهم وأجبرهم على اعتناق الوثنية، وكانوا نصارى كما تعلمون. ثم عندما وقع ما وقع من قصة الغلام التي ذكرتها لكم في اللقاء الماضي، وحفر الأخاديد وهددهم إن لم يرجعوا عن دينهم فقذفهم في هذه الأخاديد بعد أن آمن الناس برب الغلام. يقول أهل التاريخ أن هذا ذو نواس قتل ما يقارب 20,000، قتلهم أحرقهم بالأخاديد، ولم ينجو منهم إلا رجل واحد اسمه دوس ابن ثعلبان. دوس ابن ثعلبان هذا هو الناجي الوحيد فقط من مدينة أو قرية نجران التي أهلكها أو حرقها هذا الظالم أبو نواس. هذا أين ذهب دوس ابن ثعلبان؟ ذهب مباشرة وفر إلى بلاد الشام، إلى بلاد الشام هناك عند كسرى أو عند قيصر، العفو عند قيصر. وبلاد الشام تعرفون، تعلمون أنهم نصارى، فاستنجده وذكر له أن هذه البلاد كانت بلاد النصرانية، وجاء هذا الملك الظالم أبو نواس وقد تهود، وهو أبو نواس هذا من بلاد من قبيلة حمير، قبيلة المعروفة العربية، وفعل وفعل وهود هذه المدينة، أريد النجدة منك يا قيصر. فما كان من قيصر إلا أنه كتب كتابا إلى النجاشي. النجاشي هو ملك الحبشة، والنجاشي تعلمون أنه لقب وليس اسم، النجاشي لقب، يعني ملك الحبشة يلقب بالنجاشي، ما اسمه يعني يكون له اسم غير النجاشي، كما كان النجاشي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أصحمة، أصحمة ابن أبحر أو ابن أبجر الذي آمن رضي الله عنه وأرضاه، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب كما تعلمون. فالنجاشي لقب، كما أن قيصر لقب ملك الروم، كسرى لقب ملك فارس، المقوقس لقب لملك الإسكندرية، وهلما جرى. فكتب إلى النجاشي أن سير جيشا إلى بلاد نجران، وعليك بطرد هذا أبا نواس الحميري الذي حرق أهلها، وعليك أن تعيد الملك للنصارى. فعلا قام هذا النجاشي واستجاب لأوامر هذا، وكان تابعا لملك الروم، هو نصراني أيضا بلاد الحبشة. فسير جيشا كبيرا مع هذا الذي فر بدينه دوس بن ثعلبان، وجعل النجاشي على هذا الجيش، جعل عليهم قائدين كبيرين من قواده، أرياط اسمه القائد الأول اسمه أرياط، والقائد الثاني أبرهة، هنا ظهر اسمه أبرهة
فجاء هذا الجيش العرمرم بقيادة هذين القائدين الكبيرين، وفعلا سحقوا أبا نواس ومن معه، وما كان من أبي نواس إلا أن فر بجلده كما نقول، وركب البحر ثم غرق في البحر. استتب الأمر للحبشة، طبعا الحبشة ليسوا من العرب، استبد الأمر لهم بهذا الجيش الكبير، وأعادوا بلاد نجران إلى النصرانية مرة أخرى. وقع الخلاف بين هذين القائدين. تعلمون أن ما يصلح كما يقول أهل العامة، يقولون المحمل اللي فيه نوختين يطبع، كلام صحيح. السفينة إذا لها ربانان ستغرق، لابد أن يكون الربان واحدا، لابد أن يكون القائد واحدا، الرأس واحدا. فاختلف وتقاتل أرياط جزء من الجيش معه، وأبرهة جزء من الجيش معه، فتقاتل وكان يعني قائدان عاقلان وإن كان ليس بمسلمين. فقال أبرهة لأرياط، قال لماذا نتقاتل ونقتل من نقتل معنا من الجنود دون ذنب؟ لنتبارز للمبارزة بالسيف، فأينا قتل الآخر استتب الأمر له. قال طيب. فتبارز أرياط وأبرهة، فاستطاع أرياط أن يضرب أبرهة فشرم شفتيه وأنفه وجبهته بالسيف، ثم استطاع أبرهة أن يجهز على أرياط فقتله. ولذلك يسمى الأبرهة الأشرم، لأنه قد ثلمت شفته من هذه الضربة. استتب الأمر لأبرهة الأشرم، وأصبح هو القائد العام، وانفرد بقيادة الجيش، جيش الحبشة في بلاد نجران، وأصبح هو الملك. النجاشي غضب على أبرهة كيف يقدم على هذه الفعلة. وطبعا كل ملك يخاف إذا وجد من بعض قواده له نفوذ وله يعني سيطرة، يخاف من الممكن أن ينقلب عليه. فخشي النجاشي هذا الأمر، فأرسل إلى أبرهة يتوعده، قال أقسم لأطأن بلاد نجران بقدمي ولأطأن ناصيتك. فخاف أبرهة الأشرم وكان عاقلا، فما كان منه إلا أخذ حفنات من تراب نجران ووضعه في جراب مثل الزبيل، وضع التراب فيه، وقص ناصيته، مقدمة الرأس شعره، قص ناصيته وجعلها في جراب آخر، وأرسل الهدايا والأموال سريعا إلى النجاشي، وكتب له قال حنانيك أيها الملك، أنا لازلت في طاعتك، وهذا تراب نجران، وهذه ناصيتي، فطأ التراب والناصية حتى تبر بقسمك. ما في داعي تجينا وتعفسنا، خليك مكانك، هذا التراب وهذه الناصية وهذا الذهب، لكن فكنا. وفعلا سر الملك، يعني انبسط، وجد الولاء التام من قبل هذا القائد الفذ، ما هو بسيط هذا أبرهة. فأقره على ما هو عليه وقال خلاص، كن أنت ملكا على نجران ولكنك تكون تابعا لي. عندما أصبح أبرهة الأشرم الآن ملكا رسميا من قبل النجاشي، ملك الحبشة على نجران، واجه مشكلة، وهي أن بلاد نجران وبلاد اليمن هي أصل العرب. فهذه القبائل العربية العريقة في بلاد اليمن وجدت يعني نفرة من هذا القائد الحبشي، ما تقبل، يعني كيف هذا الآن قائد من الحبشة يحكمنا نحن، يعني هم يقولون، فما قبلوا هذا الكلام. أين ملكي بني حمير، هذه القبيلة العريقة المعروفة التي كانت تملك هذه البلاد، ولكنهم لم يكونوا يستطيعوا يفعلوا شيئا نظرا لضعفهم وقوة هذا القائد الكبير. فوجد العرب يعظمون في كل عام، في كل، لأن ملك الحبشة إخواني استمر في بلاد نجران لسبعين سنة، سنوات طويلة،
عقود متعاقبة، ما هي سنة ولا سنتين. يعني هذا الغزو إن صح أن نسميه غزوا استمر في هذه البلاد لسبعين سنة، ثم عاد مرة أخرى كما سنذكر في ختام الكلام إلى يعني الحميريين. ففي كل عام كان يجد أبرهة أن العرب من بلاد اليمن ومن جنوب الجزيرة تشد الرحال إلى مكة. ما هو السر؟ سأل مستشاري وسأل أعوانه، ما هو السر الذي يجعل هؤلاء البشر يأتون من كل فج عميق ويعظمون هذا البيت تعظيما عظيما؟ فقالوا إنه بيت يزعمون أنهم يعني من قد بناه إبراهيم عليه السلام، وهو بيت الله تبارك وتعالى، ولذلك يعظمونه. فأراد أبرهة أن يصرف وجوه العرب عن مكة، فماذا فعل؟ فعزم على بناء كنيسة عظيمة، وفعلا شيد أبرهة كنيسة عظيمة، وأتى بالأموال وبالأحجار النفيسة وبالذهب والزبرجد الذي كان في قصر بلقيس. كان في قصر بلقيس، وكما وصف الهدهد قال وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، كان ملكها عظيما في بلاد سبأ وفي بلاد اليمن. فطبعا هي كانت قبل أحداث أبرهة بفترة طويلة، فأتى بهذه الكنوز بعد أن سيطر على هذه البلاد وشيد هذه الكنيسة العظيمة. طبعا بناؤه لهذه الكنيسة كان بمباركة ممن؟ من ملكه النجاشي، فكان يمده بالمد المعنوي والمد المادي ويؤيده، فبنى كنيسة عظيمة وبناء في فناء واسع وارتفاع كبير من الذهب والزبرجد والياقوت والأحجار الكريمة. والمشكلة أنه سخر العرب هناك لبناء هذه الكنيسة، وضرب عليهم قانونا صارما، كانوا يعملون قبل بزوغ الشمس، قبل طلوع الشمس يأتي هؤلاء المساكين من سكان نجران ومن غيرها يعملون في بناء هذا الصرح الكبير. وجعل قانونا صارما كما ذكرت لكم، أي رجل يتأخر بعد طلوع الشمس يقطع يديه. فتحت وطأة الإرهاب يعني والعنف والجبروت استجاب الناس، فبنوا، انتهت هذه الكنيسة وسماها العرب هناك بالقليس. سبب تسميتهم هذه الكنيسة بالقليس قالوا لأن أحدهم كان بناؤها مرتفعا، فكان أحدهم إذا رفع رأسه لينظر إليها سقطت قلون سوته الطاقية، يطيح القلون سوى، فسميت بالقليس لارتفاعها هذه الكنيسة. فعندما بناها أبرهة الأشرم وكان يظن أن الناس والعرب سيشدهون ويعجبون بهذا البناء الذي ربما ما رأت أعينهم، هم فقراء بسطاء، فكان يظن أنهم يستطيع أن يصرف وجوههم عن الكعبة، ولكنه لم يتحقق له ما أراد. أيضا العام القادم عندما أتى موسم الحج ذهب الناس وتركوا كنيسته خاوية لا أحد فيها، بل غضب العرب فأتى رجل من كنانة، وكنانة يعني يرجع نسب قريش إليها، فأتى رجل من كنانة، أتى من أرض الحجاز، أتى ماشيا أو راكبا الله أعلم، المهم أتى إلى بلاد نجران ودخل القليس بليل ثم أحدث فيها أكرمكم الله، قضى حاجته فيها متعمدا طبعا، حتى يعطي رسالة واضحة لأبرهة اللي بنيته هذا اللي استاهل، هذا مو وين، أين هو من بيت الله الحرام. فأوصل الأحبار والسدنة عندما رأوا هذا الأمر المشين أوصلوه لأبرهة وقالوا له لقد أتى رجل من كنانة وفعل كذا وكذا، وهذه رسالة واضحة أن العرب
يعني يزدرون ويمتهنون ما بنيته. وهذه الرسالة كأنهم يقولون لا تحاول، لن تستطيع ولا تستطيع أن تبني بنية، يعني بناء يوازي كعبة الله المشرفة. هنا هذا القائد الجبار حقيقة قال أقسم، قال لأطأن مكة ولأهدمن الكعبة. فجيش جيشا كبيرا وأمده النجاشي بالفيلة، والعرب ما تعرف الفيلة، العرب لا تعرف الفيلة في قتالها، العرب ما تعرف إلا الفرس والبعير والمبارزة، لكن الفيلة ما هي معروفة في بلاد العرب. ولذلك يعني الشيء بالشيء يذكر، تعلمون أو تعرفون المشكلة التي وقع فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في معركة القادسية في زمان الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، في المعارف المعركة الفاصلة بينه وبين المجوس الفرس، عندما أتوا بالفيلة وصدم المسلمون أو واجهوا حقيقة مشكلة وموقف عصيب، ولعل تأتي إن شاء الله مناسبة أخرى لذكر تفاصيل هذه المعركة. المهم خرج بالفيلة، وكان الفيل الكبير اسمه محمود، اسم هذا الفيل محمودا، كان يتقدم ويقود بقية الفيلة، قيل كانت 8 فيلة وقيل كانت 12 فيلا. هو طبعا الذي في يدور في ذهنه أنه إذا أتى إلى الكعبة سيجعل السلاسل في أقدام الفيلة وفي رقابها، ويجعل هذه السلاسل في أركان الكعبة. الكعبة المشرفة لها 4 أركان، 4 قوائم، 4 زوايا يقوم عليها بناء هذا البيت العظيم، فيجعل في كل ركن هذه السلاسل ويربطها في أقدام وأعناق الفيلة، ثم تجرها جرة واحدة فيسقط السقف على الأرض، وبذلك يكون قد هدم الكعبة. بل أقسم هذا الخبيث أن ينقضها حجرا حجرا. سار في هذا الجيش الكبير، طبعا تحرك العرب مباشرة في قبائل اليمن، وكان منهم ذو نفر، هذا ذو نفر ملك من ملوك العرب في تلك البلاد في بلاد اليمن، استطاع أن يعني يجمع ما استطاع من قبائل العرب ليجابه أبرهة، وفعلا واجهوا ولكنه يعني سحقهم بجيشه الكبير، وأخذ ذا نفر عنده أسره وأراد أن يقتله. فقال ذو نفر هذا الملك يقول للنجاشي، يقول للأبرهة، قال أيها الملك خذني أسيرا لعلني أن أنفعك يوما من الدهر، لا تقتلني، شاك تقتلني. وفعلا أخذه أسيرا، لأنه أصلا أبرهة، وهذا من باب الحق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدله أقرب للتقوى. نقول من باب العدل أن أبرهة كما ذكر أهل العلم في كتب التاريخ والسير قالوا لم يكن أبرهة يريد قتل العرب، هو خرج ليس للقتال كما سنذكر الآن، ما أراد أن يقاتل العرب ولا قبائل اليمن ولا قبائل العرب ولا قبائل قريش، أراد هدفا واحدا، هدم الكعبة وأن يعود بس. لكن إذا وجد مقاومة لا شك أنه سيقاتلهم. سار هذا الجيش بعد أن استطاع أن يتغلب، على المقاومة من قبل العرب التي قادها ذو نفر، وأسر ذو نفر معه وسار. أيضا عندما في طريقه خرجت عليه بعض قبائل العرب كقبائل شهران وغيرهم، أرادوا أن يصدوه، أيضا ما استطاعوا سحقهم بما معهم من جيش كبير، وأسر قائدهم، وأيضا قال قائدهم، قال لا تقتلني خذني أسيرا، فعلا أخذه أسيرا. عندما وصل أبرهة الأشرم وجيشه إلى الطائف، والطائف قاب قوسين أو أدنى، يعني الآن بين الطائف وبين مكة كم؟ 70 كيلو تقريبا أو أقل بعد، يعني كما نقول بالعامية حثة عصا، وهي أقرب المدن، والطائف مدينة قديمة معروفة، أقرب المدن تقريبا العامرة والكبيرة إلى مكة الطائف. فأصبح الآن أبرهة على قاب قوسين أو أدنى من بيت الله الحرام. خرجت له ثقيف،
ثقيف وهوازن، هذه القبائل كانت تسكن الطائف التي قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة الشهيرة أو في الغزوة الشهيرة غزوة حنين. خرجت له قبائل ثقيف ولكنها ما قاومته، إنما أعطته الولاء والطاعة. قالت له: لا نقاتلك أيها الملك، ونحن نواليك ونحن معك. طبعا هم فعلوا هذا الأمر لماذا؟ لأن ثقيف كان عندهم اللات بنية بنيان يعظمونه من جاهليتهم ومن شركهم، فكانوا يخافون لو عارضوا أبرهة وجابه أنه يسحقهم ويهدم بنيتهم، فقال لا، من خاف سلم على قولتهم، خلنا معك يا أبرهة ونعطيك الولاء والطاعة. بل فعلوا أمرا قبيحا، قالوا: خذ هذا رجل منا يقال له أبو رغال، أبو رغال رجل من ثقيف، قال خذه معك أيها الملك ليكون لك دليلا. يعني لم يكتفوا فقط أنه أعطوه الولاء والطاعة ولم يقاتلوه، هذه بحد ذاتها يعني مثلب عليهم ولا يليق بمثلهم، ولكنهم زادوا في ذلك أنهم أعانوه وأعطوه أبا رغال. كما قال جرير أحد الشعراء الكبار، قال: إذا مات الفرسدق، لأن بين الشعراء يكون بينهم شيء من الغيرة وشيء من التشاحن، فهذا جرير شاعر كبير والفرسدق كذلك، فيقول جرير ما يحبه، يقول: إذا مات الفرسدق فارجموه كما ترجمون قبر أبي رغالي يرحمك الله. المهم سار هذا الجيش ومعهم أبو رغال، يقول لهم: يمين يمين، يسار يسار، إذلهم لهدم بيت الله الحرام. اقترب كثيرا أبرهة من مكة حتى نزل في مكان اسمه المغمس. المغمس هذا المكان قريب جدا من مكة، يعني يجلس فيه يشوف مكة، وبالقرب من هذا المكان المغمس كان المسرح. المسرح مو المسرح المسرح، لا، المسرح هو المكان الذي تسرح فيه الماشية. هناك مسرح وهناك محلب وهناك مبيت. المحلب مكان تحلب فيه الماشية، والمبيت تبات فيه، والمسرح اللي تسرح فيه ترعى فيه. فهذا المكان كان قريبا من المغمس، تسرح فيه ماشية وإبل أهل مكة. فعندما نزل أبرهة وجيشه الكبير في المغمس على مشارف مكة، غار أحد قادته على المسرح الذي فيه ترعى ماشية وإبل أهل مكة، واستطاعوا أن يأخذوا مجموعة من الماشية، من ضمنهم 100 ناقة، 100 ناقة لعبد المطلب. وصل الكلام لعبد المطلب أنه أخذت منه 100 ناقة، فأرسل أبرهة، وهذا دليل أنه ما أراد حقيقة أن يقاتل العرب ولا أن يسفك دماءهم، أرسل رجل اسمه حناطة الحميري. احنا قلنا نجران بلاد حمير، وهذا العربي كان من ضمن جيش أبرهة، يعني قد يكون مغلوبا على أمره، وأبرهة لا يتكلم العربية، هو أعجمي ليس بعربي، فما يفهم كلام العرب، فأرسل رسولا وهو حناطة الحميري، قال: اذهب إلى مكة وقل لهم: من سيدكم؟ من رئيسكم؟ نادى خلت فهم معه. فدخل حناطة الحميري إلى مكة وقال: من سيدكم؟ قال: سيد البطحاء عبد المطلب، هذا السيد المهاب عبد المطلب، سيد قريش بل سيد العرب بلا منازع، الذي كان يفتخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان عبد المطلب رجلا وسيما، يعني جميلا مهابا، هناك من الناس سبحان الله قد آتاه الله تبارك وتعالى هيبة جبلية هكذا، إذا رآه الإنسان هابه. فأتى عبد المطلب فقال له هذا حناط الحميري، قال:
يقول لكم الملك خلوا بينه وبين البيت وما أتى لقتالكم وما أراد دماءكم، لكن خلوا بينه وبين البيت. فقال عبد المطلب قد أخذ إبلي ليرد علي إبلي. قال تعال معي. فذهب معه واستأذن على أبرهة. أبرهة كما قلنا ملك قائد كبير، فجلس فاستأذن عليه عبد المطلب وهو جالس على عرشه أبرهة. فدخل عبد المطلب فعندما رآه أبرهة هابه. سبحان الله، مع أن هذا وحيد وهذا جيش عرمرم معه وفيلة وقصة طويلة عريضة يعني، فعندما رآه هابه، دخلته الهيبة في نفسه واستعظم أن يجلسه على الأرض. وكذلك لم يستطع أبرهة أن يجلس عبد المطلب بجانبه على عرشه أو على كرسيه، هذا أمر كان مستهجن مرفوض عند الحبشة أن يجلس أحد بجانب الملك. العادة يدخلون على الأرض وهو جالس على كرسيه، لا يجلس أحدا بجانبه. فماذا يصنع؟ استعظم أن يجلس هذا الرجل المهاب على الأرض، ومخالفة تعد في أعرافهم إن جلس معه على الكرسي. فما كان من أبرهة إلا أن جلس مع عبد المطلب على الأرض، نزل معه وجلس على الأرض على البساط. فقال أبرهة للمترجم للترجمان، قال له سله قل له ما حاجتك؟ فقال عبد المطلب أتيتم فأخذتم إبلي، بأي حق؟ رد علي إبلي. فقال أبرهة للمترجم قال قل له عندما رأيتك هبتك، ولكنني زهدت بعد كلامك. يعني كان يقول طحت من عيني، الآن أتيتك بهذا الجيش لأهدم كعبة أو بيتا هو دينك ودين آبائك، فلم تكلمني فيه وجئتني تكلمني في إبل. قلت وقعت أن الآن تقول تهديد وحط بالك وسنشجب ونستنكر، ها؟ أبدا. يقول ما قال هذا الكلام. فقال عبد المطلب كان رجلا حكيما، قال أنا رب الإبل. يقول الترجمان قل له أنا رب الإبل، رب يعني صاحب، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. الله أكبر، هذه كلمة أصبحت مثالا وطار بها العرب كل مطار. قال أنا صاحب الإبل وللبيت رب يحمي، ما العلاقة؟ وسنرى هل تستطيع أن تهدم هذا البيت. قال وللبيت رب يحميه سيمنعه. فقال أبرهة للترجمان قل له، أنا كسر خاطري ترجمان. فقال للترجمان قل له، قال قل له لن يمنعه مني، والعياذ بالله، شوف الكبر. فقال عبد المطلب الترجمة قل له سنرى وإن غدا لناظره لقريب. فقال أبرهة لي، وكان حليما أيضا، هذا من الإنصاف كما ذكر أهل العلم في كتب التاريخ، كان أبرهة رجلا حليما، يعني لو كان أهوج لا داس عبد المطلب واللي وراء عبد المطلب واللي تحت عبد المطلب وسحقهم جميعا، لكن ما أراد هذا الأمر. شوف ذا نفر عفى عنه، الثاني عفى عنه، ما أراد سفك الدماء. هذه كلمة حق تقال لهذا الرجل على كفره وفجوره. فقال لجنده ردوا عليه إبله، فردوا عليه إبله. انتهى الحوار، خرج عبد المطلب، دخل عبد المطلب والناس ينتظرونه، شو القصة؟ شو اللي صار؟ الاتفاق؟ قال أبدا، اخرجوا إلى رؤوس الجبال فإن هذا الرجل قد أتى وعزم على هدم البيت، والبيت قال للبيت رب يحميه. فخرج الناس جميعهم عن بكرة أبيهم، لم يبقى أحد بمكة، خرجوا. وقبل أن يخرج ذهب عبد المطلب إلى الكعبة المشرفة، زادها الله تشريفا وتعظيما، مع وجهاء قريش وهم يتضرعون، فتعلق بحلقة الباب ودعا الله تبارك وتعالى وأخذ يتضرع. شوف سبحان الله، كما قال ربي وأصدق القول قول ربي،
قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا جاءت ساعة الصفر لجأوا إلى الله. طيب آلهتكم كيف تعبد إذن؟ إذا لم ينفعك الإله في حال الشدة ما فائدته؟ فهنا تركوا منى وتركوا هبل وتركوا الأصنام 312 صنما كانت حول الكعبة كلهم تركوهم. وأخذ بحلقة الباب، هذا سيد مكة يتضرع إلى الله ويتوسل إلى الله ويتملق إلى الله أن يحفظ بيته، ثم قال اخرجوا. خرجوا في صبيحة اليوم القادم. قام أبرهة هذا الطاغية وجهز جيشه وعبأه وجعل الفيلة في مقدمته وعلى رأسهم الفيل محمود، ثم دخل مكة وهي خاوية على عروشها ما في أحد. فعندما وصل أبرهة بفيلته إلى وادي محسر، ووادي محسر هو الوادي الذي يكون بين المزدلفة وبين منى، هذا هو الوادي الذي سلكه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، عندما خرج من المزدلفة بعدما صلى الفجر فيها وأشرق الفجر ورقى على جبل على المشعر الحرام جبل قزح في المزدلفة، ورفع يديه وأخذ يدعو إلى أن أسفر جدا قبل شروق الشمس، ركب ناقته ثم ذهب إلى منى لرمي الجمرة يوم العيد. ذهب إلى منى عن طريق وادي محسر، طريق يقود يسلك السالك من المزدلفة إلى منى. سمي هذا الوادي بوادي محسر لأن الفيل قد حسر. فعندما أتى هنا وأصبحوا قريبا جدا من الكعبة شرفها الله، برك البعير، برك الفيل، برك الفيل. ويقول بعض أهل العلم ليس من عادة الفيل البروك، الفيل لا يبرك، ما الذي يبرك؟ البعير، لكن الفيل ما يبرك. وبعضهم قال بعضهم يبرك وبعضهم يبرك، المهم هب أنه برك أو يبرك. لماذا برك في هذه المكان أو في هذا المكان تحديدا؟ هذا الفيل محمود الذي كان يقود بقية الفيلة 18 برك، فوقفت هذه الفيلة، حاول الجند أن يسحبوه يشدوه، بل ضربوه بسهامهم، حاولوا أن يوقظوه يستثيروه، أبدا. ثم إذا وجهوه جهة اليمن قام مسرعا، إذا وجهوه جهة الشام قام مسرعا، إذا وجهوه جهة الشرق قام مسرعا، جهة مكة بارك. سبحان الله سبحان الله. حاولوا في هذه الأثناء أرسل الله تبارك وتعالى عليهم من جهة البحر، رفعوا رؤوسهم وإذا بغمامة سوداء عظيمة ظنوها غمامة، وإذا هي طيور قد أتت جماعات جماعات، طيرا أبابيل، الأبابيل وإن اختلف المفسرون في تفسيرها أو في ألفاظهم ولكن المعاني يعني متقاربة، طيور كثيرة، طيور سوداء من الطيور البحرية وقيل غير ذلك، وأتت أبابيل أي زرافات وجماعات يتبع بعضها بعضا كالغيمة السوداء في الأفق لكثرتهم. ثم حتى وصلوا على رؤوس هذا الجيش وأظلتهم كالغمامة كالسحابة، وكان كل طير يحمل معه 3 أحجار، حجر بمنقاره وحجرين قد قبض عليهما بمخالبه، وهذا الحجر حجر صغير صغير بحجم حبة الحمصة صغير، ولكنه من سجيل يعني من حجر أو من طين متحجر. هذا الحجر الصغير الذي ربما لو ربي به أحدنا أو بمثله لا يتأثر، كان بالقوة أنه إذا أصاب أحد الجنود في فمه خرج من دبره.
وإذا أصابه في أي مكان من جسدي خرج من المكان الآخر لقوتي. كان يعني أشبه ما يكون في وقتنا المعاصر بالرصاص الذي يخرق ويثقب الأجساد ثقبا ويموت الإنسان لساعته. فألقت هذه الطيور الأبابيل الجماعات والزرافات المتتابعة ألقت هذه الأحجار على هذا الجيش الكبير العرمرم فأهلكتهم. جزء منهم هلك من ساعته وجزء منهم طبعا وقع الاضطراب والخوف والهلع والفزع ففروا من الجيش وتركوه وتركوا الجيش. فمن فر منهم قد جرح، والذي جرح أخذت أعضاؤه تتساقط عضوا عضوا إلى أن يهلك. سبحان الله، إن أخذ ربك أليم شديد سبحانه وتعالى. هذا تجرأ وأراد أن يركب هذا المركب الصعب، يتحدى الله، أعوذ بالله. قال لا يمنعني، قال سنرى، للبيت رب يحمي. حتى إن أبرهة لم يقتل مع من قتل، إنما أصيب فحمل من مكة وذهب به إلى صنعاء، إلى بلاد اليمن حيث مملكته التي أنشأها. فكان في الطريق تتساقط أعضاؤه أنملة تتساقط، حتى وصل إلى بلاده وهو من الألم والعذاب كالفرخ الصغير. ثم تصدع قلبه ومات لساعته. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الحادثة العظيمة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ هم كادوا ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. هم كادوا لهدم بيت الله الحرام، ولكن الله تبارك وتعالى قلب الأمر عليهم فأهلكهم سبحانه وتعالى وسلم بيته. قال: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. قلنا الأبابيل هي الجماعات الكثيرة التي يكون متتابعة، ترميهم بحجارة من سجين، بحجارة من طين متحجر صغير، فجعلهم كعصف مأكول. العصف هو النبات أو الزرع إذا أتت عليه الريح الشديدة فأتلفته، وأتت عليه الدواب فداسته بأقدامها ولاكته بأفواهها ثم تركته. يعني لو أتيت على مزرعة ثم أتت عليها عاصفة، كيف ستكون هذه المزرعة؟ معصوفة عصفا، تدمر. ثم أدخل عليها الماشية الأبقار أكرمكم الله أو المواشي هكذا بصورة عشوائية، أتركها تعيث في هذه المزرعة، تطأ هذا الزرع بأقدامها وتلوكه بأفواهها، ثم انظر إلى حال المزرعة بعد هذه الريح العاصفة وبعد أن عاثت هذه الدواب. كذلك أصبحت جثثهم كالعصف المأكول. جعلهم الله عبرة لكل معتبر. طبعا قريش وهم على رؤوس الجبال، ومكة بواد، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، تحيط بها الجبال إلى يومنا هذا، الأمر ظاهر. فهم وهم على رؤوس الجبال وهم ينظرون إلى هذه الآية الباهرة والمعجزة الخالدة التي أخذ الناس يتناقلونها جيلا بعد جيل، بل خلدها رب العزة والجلال في كتابه الخالد. فنزلوا فرحين إلى بلادهم آمنين. ولذلك بعد هذه السورة مباشرة، أي سورة؟ سورة قريش. بعدها مباشرة بعد سورة الفيل بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ولذلك بعضهم كان يراها أنها سورة واحدة، ولكن ليست بسورة واحدة، يعني الفيل غير سورة قريش. وذلك لأنه في مصحف الإمام المقصود الإمام، مو الإمام الإمام المسردم في 12، لا الخرافة، مصحف الإمام الذي جمعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، هذا يسمى بمصحف الإمام الذي نسخت منه المصاحف ونقلت عنه المصاحف، فيه بسم الله الرحمن الرحيم تفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف انتهاء السورة وبدء السورة الأخرى إلا بفاصل بسم الله الرحمن الرحيم.
فهي ليست سورة واحدة، الفيل غير سورة قريش، ولكن هذا التعاقب إذا قلنا بأن ترتيب السور توقيفي يعني من الله سبحانه وتعالى وهذا هو الظاهر، يكون هذا لحكمة. ولذلك من أهل العلم كالسيوطي رحمه الله جمع كتابا جميلا في بيان الحكمة من ترتيب السور والآيات. يعني هل هناك حكمة من كون سورة البقرة بعد الفاتحة؟ نعم هناك حكمة. هل هناك حكمة من كون سورة آل عمران بعد البقرة، والنساء بعد آل عمران، والمائدة بعد، والأنعام، وهكذا؟ هذا الترتيب هل اعتباطا أم لحكمة؟ لحكمة. بل كل آية في القرآن الكريم قبلها وبعدها لحكمة. ولذلك إذا قرأت كلام أهل العلم سبحان الله وقرأت القرآن بعد ذلك، يعني تجد من اللذة ما الله تبارك وتعالى به عليم. لما تفقه هذا الترتيب وهذا التقديم والتأخير والحكمة منه. فهنا لحكمة كون سورة قريش بعد الفيل. ما هي الحكمة؟ الحكمة والله أعلم أن الله تبارك وتعالى يريد أن يبين نعمته على قريش خاصة، أنهم أمنهم وذكرهم بسورة الفيل والحادي، ثم قال لإيلاف قريش، إيلافهم يعني ائتلافهم، وإيلافهم يعني أنهم ألفوا وأمنوا رحلة الشتاء والصيف، الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. يعني يقولون تذكروا أنني أمنتكم وجعلتكم في أمان لقوافلكم للشام واليمن، ولا تنسوا ذلك الموقف العظيم عندما جاءكم أبرهة وأراد أن يهلككم وأن يدمر بيتكم. في هذا العام بعد حادثة أبرهة، أو في حادثة أبرهة، كان النبي صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه، كان جنينا في بطن أمه صلوات الله وسلامه عليه. وبعد أن أهلك الله تبارك وتعالى أبرهة في عام الفيل، بعده بخمسين ليلة أو بخمسين يوما، في يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع الأول لعام الفيل، ولد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بعد خمسين يوما. وهذا أيضا قالوا من كرامة الله تبارك وتعالى لنبيه، إذ أنه لو قاتلت قريش، لو قاتلت أبرهة لقتلهم، فربما يكون من ضمن القتلى أم النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما تكون من ضمن السبايا والأسرى أم النبي صلى الله عليه وسلم، فيولد صلى الله عليه وسلم عبدا رقيقا عند من أسره. ولذلك هذا من كرامة الله لهذا النبي الكريم، وإن كان جنينا لم يولد، سخر له الطير الأبابيل لتحمي هذا البيت الحرام الذي جعله الله تبارك وتعالى قبلة في مشارق الأرض ومغاربها، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. من شروط صحة الصلاة لابد أن يتجه الإنسان البيت الله الحرام أينما كان، لو كان في أصقاع الدنيا لابد أن يتجه، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة إلى بيت الله الحرام. طبعا ملكه عندما رجع النجاشي، عندما رجع أبرهة إلى بلاده كما قلنا مات عندما تساقطت أعضاؤه وانصدع قلبه، مات. تولى الحكم بعده ابنه، ثم كما ذكرت لكم استمر ملك الحبشة في بلاد اليمن 70 سنة، ثم قام قائد وهو سيف، وهذا مشهور، سيف ابن ذي يزن الحميري، قام ويعني ثار على هذا الأمر وذهب إلى بلاد فارس. إن قلنا نجران نصارى، حبشة حكموها، أتباع النجاشي في بلاد الحبشة، وهؤلاء نصارى يتبعون الروم، وتعلمون أن الروم وفارس كانت بينهم يعني العداوات والحروب قائمة. فذهب هذا سيف بن ذي يزن الحميري وذهب إلى فارس واستنجد بكسرى أن يعيد ملك حمير، وفعلا استجاب كسرى، أن كل منهم يريد أن يقوي نفوذه الروم وفارس، استجاب وأرسل معه جيشا كبيرا، واستطاع أن يتغلب على
ملك الحبشة في بلاد نجران، ورجع الملك مرة أخرى في بلاد نجران إلى العرب، إلى العرب، إلى حمير هذه القبيلة العربية المعروفة، حتى جاءت وفود العرب من بلاد الجزيرة تهنئ سيف ابن ذي يزن الحميري على رجوع ملكه إليه. طبعا أخيرا هذا يحسن ذكره هنا، وهو أنه أن الكعبة شرفها الله كما تعلمون ستهدم في آخر الزمان. هي هدمت مرات، يعني قيل أول من بناها الملائكة، ثم آدم، وبناء الملائكة وآدم يعني ربما ليس هناك فيما أعلم نص ثابت عن ذلك أو في ذلك، ثم عندما تصدعت وأصبحت كالرابية، يعني الرابية أطلال موجودة، عرف الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام وقال هنا يكون بيتي، فرفع كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كان يبني مع ابنه إسماعيل يرفع، سبحان الله، وهما يقولان ربنا تقبل منا، سبحان الله، يقومان بهذا العمل الجليل، أعظم بناء عرفته البشرية بناء بيت الله الحرام، ومع ذلك يقولان تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فرفع البنيان على قواعد إبراهيم، ثم بعد ذلك تعلمون قصة جرهم وقبلة العرب وإسماعيل عليه السلام ومع هاجر، ثم إلى أن وصل إلى قريش. قريش أيضا أرادوا، جاء سيل وتصدعت له جدران الكعبة وأصابها أيضا حريق، فأرادوا أن يعيدوا بناءها فهدموها، ثم أعادوا بناءها على قواعد إبراهيم، وتعاهدوا أن لا يدخلوا في بنائها ربا ولا مهر بغي، يعني أرادوا أن يكون المال مالا حلالا طيبا، قال اللي بيعطي فلوس ما يكون ربا، هم يعرفون أنه حرام سبحان الله ربا، وكذلك مهر بغي زاني لا نريده، نريد نفقة طيبة ليتقبل الله منا، هذا بيت الله. فقصرت بهم النفقة، ما عندهم النفقة الحلال، خلاص انتهت. طيب ماذا نصنع؟ ما أكملوا البنيان، قالوا طيب لنجعل قوسا اللي الحين موجود هذا اللي يسمونه حجر إسماعيل، الذي يسمى التسمية الصحيحة الحطيم، اللي هو القوس الهلال هذا، قالوا اجعلوا هذا الحطيم أو الجزء حتى يعرف الناس أن هذا الجزء هو من البيت، أن هذا الجزء إلى قواعد إبراهيم، لكن قصرت النفقة بهم. ولذلك يقول الفقهاء لمن يطوف بالبيت لا يجوز له أن يطوف بين الكعبة وبين هذا الجزء، لأن بهذه الطريقة يكون طاف بالبيت، والله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق وليس في البيت العتيق. فبنوا هذه الكعبة ورفعوا الباب، شوف سبحان الله، يعني ما يسوون شيء ويخربون شيء، أنتم الآن تعاهدتم على بناء النفقة الطيبة، طيب لماذا هذا التكبر؟ رفعوا الباب عن الأرض، نفس الآن مرفوع الباب، رفعوا الباب، لماذا؟ كان الباب في الأرض يدخل من شاء، رفعوا قالوا حتى لا يدخل إلا من نريد، أن إذا أصبح الباب مرتفع صعب أنك تدخل فيه حتى يأذنوا لك، رفعوا هذا الباب. ثم استمرت هذه إلى أن فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، فتمنى بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام ونفسي وروحي، تمنى أن لو هدم البيت وأن يعيده مرة أخرى على قواعد إبراهيم وأن يجعل بابه إلى الأرض. فقال لعائشة لولا أن يكون قومك حدثاء عهد بإسلام لفعلت هذا الأمر، لكن راعى المصلحة، لأن توه لا أسلموا، إذا هدم البيت ماذا سيقول الناس؟ وشوف أول ما فتح مكة هدم الكعبة، لن يفهموا هذه القضية، فلهذه المصلحة ترك الأمر. ثم توفاه الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء في دولة بني أمية في أظن عبد الملك بن مروان لم تخني الذاكرة، وقبل ذلك الزبير بن العوام أو عبد الله بن الزبير في خلافته بعد معركة الحرة والفتنة التي وقعت بعد سنة 40 للهجرة بعد مقتل معاوية. المهم عندما حكم ابن الزبير منطقة الحجاز المدينة ومكة، أراد وهو صحابي، ابن الزبير أبوه الزبير وأمه أسماء من صغار الصحابة،
أراد أن ينفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأمنيته، هدم الكعبة وجعل بابها إلى الأرض وعاد بناءها على قواعد إبراهيم كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الملك بن مروان أو مروان بن الحكم، ما أدري أنسيت، أحد الخلفاء بني أمية، ظن أن الزبير فعل هذا الأمر من اجتهاده، ظن أن ابن الزبير هدم الكعبة من اجتهاده، فهدم الكعبة ثم أعادها كما كانت في زمن قريش، رفع الباب كما هو الوضع الحالي. لم يكن يعرف بهذا الحديث، فسأل، وليته سأل قبل أن يهدمها، سأل إمام مالك رحمه الله عندما علم بالحديث، قال طيب خلاص أهدمه مرة ثانية، إيش رأيك أهدمه مرة ثانية؟ يقول الإمام مالك خلاص نهدمها ورد نخلي أسباح لها ابن الزبير. فقال ابن مالك لا، فقال الإمام مالك لا، هذا من فقهه. قال لماذا؟ قال أخشى أن يتخذ الأمراء والملوك والخلفاء بيت الله ألعوبة. هذا ما هم ملحق ببيتك تهد وتبني تهد وتبني، الكعبة شرفها الله عند الله سبحانه. قال لا تترك، نوليهم ما تولوا، تركها خلاص. وبقيت إلى يومنا هذا، وستهدم في آخر الزمان كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم، يأتي ذو السويقتين أيضا رجل من الحبشة، سبحان الله ما دش فيهم أهل الحبشة، الله يدنا وياهم. قال سيأتي في آخر الزمان أيضا رجل من الحبشة ذو السويقتين، رجل في ساقيه حموشة يعني نحيفة وفيها تقوس، قال يأتي وينقض الكعبة بمسحاته حجرا حجرا في آخر الزمان، حجرا حجرا، ما في طير أبابيل، خلاص حجرا حجرا، ويستخرج كنز الكعبة ليأخذه. وهذا إذان بانتهاء العالم وبقيام الساعة، تركه الله تبارك وتعالى لأنه في آخر الزمان لا يقال في الأرض الله الله، فيقوم هذا المجرم ويهد الكعبة حجرا حجرا ويستخرج كنزها كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ختاما أيها الإخوة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأرجو